لليوم نستكمل فيها سلايد أو تنتين عن الويندوز. إحنا خلصنا وحددنا الدايركشن بناء على المعلومات اللي شرحناها والمثال اللي شفناه، وبالتالي إحنا عرفنا إنه بده يكون مثلا اتجاه الرنوي بهذا الاتجاه، اللي هو شمال مثلا غرب إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لما حددنا إحنا الاتجاه هذا بيكون استنادا إلى true azimuth، تذكر مع بعض اللي أخذ مساحة، الأزيموث اتجاه الشمال الحقيقي وليس المغناطيسي، لأنه اتجاه المجال المغناطيسي أو الشمال المغناطيسي أو الأزيموث المغناطيسي كتير مهم إلنا، لأنه الكومباس والدايركشن الملاحي للبايلوتس بيستخدموا الماجنتيك أزيموث. إذا المفروض الآن شو نعمل؟ نحول من الترو أزيموث شمال جنوب شرق غرب إلى آخره الطبيعي إلى أو الحقيقي إلى magnetic azimuth. هلأ حسب مكاننا بالكرة الأرضية وين موجودين، ممكن في عندنا ميول للشرق أو للغرب بيكون magnetic azimuth مقارنة بtrue azimuth، فبالتالي بنعمل تعديلات. إذا كان عندنا easterly variation نعمل subtraction، إذا كان عندنا westerly variation نعمل addition. يعني هذا المثال البسيط حدد إن هذا الشيء. إذا كان عندنا true north هيك، وهكان عندنا magnetic نورث هيك يعني معمول وسترلي، وكان عندي أنا اتجاه الرنوي على سبيل المثال باتجاه هذا على سبيل المثال، إذن كم بيكون بالنسبة للنورث ماجنتيك أزيموث؟ مثلا نجمع جمع بنقول عندنا 30 زائد 10 هذا بنسميه الوسترلي، بدنا نجمعهم مع بعض بيكون 40 درجة بيكون عن النورث أو الماجنتيك أزيموث أو عن النورث ماجنتيك. فيما لو كان عندنا easterly variation شو بنعمل؟ نعمل subtraction. إذا كان عندي هذا magnetic وكان عندنا هذا true azimuth وكان عندي الرنوي مثلا أو أي feature بميل بزاوية 30 درجة عن through، بالنسبة للmagnetic شو بكون الفرق بينهما؟ 30 ناقص 10 degrees بين هاي وبين هاي، بيطلع عندنا النتيجة بيطلع عندنا 10 degrees. هيك بنكون عدلنا وجهنا أو عرفنا. طبعاً هو نفس المسار، ما غيرت أنا إشي بالدايركشن تبعنا، ولكن بقول هذا مائل عن الشمال المغناطيسي بمقدار كذا وكذا مقارنة عن ميله باتجاه الترو أزيموث. تفضل يا نور. دكتور طب إحنا ليه نأخذ الترو نورث مش الماجنتيك؟ هيك عند الرياح عادة بتكون موجودة، هيك المعلومات تكون موجودة، بتكونش الماجنتيك معلومات الرياح اللي انت جبتها ما نور، بتكون شمال جنوب شرق غرب شيء، تكون مقسمة بالاتجاهات. تمام؟ اوكي. ننتقل لإشي كتير مهم هلأ، بنحكي على الـ Obstacle Clearance Requirements، متطلبات الـ Clearance الخاصة بالـ Obstacles. لازم يكون عندنا المنطقة المجاورة للمطار، المجاورة للرنوي بارتفاعات وأبعاد مختلفة على طول الرنوي، على جنب الرنوي من هون جنب الرنوي من هون، بأمور محددة ومنضبطة تكون free of obstacles. ليش؟ مشان نعمل safe navigation of the aircraft to and from the airport and to enhance the protection of the people and objects near the runway approaches. إذن إلنا غرضين، الغرض الأول إنه أثناء إقلاع والهبوط والدوران حول المطار بالانتظار مشان نعمل عملية الهبوط يكون عندنا الطائرات يكون لها سيف أوبريشن، لكن كمان أيضا على الأرض فيما لو أثناء عملية الإقلاع أو الهبوط صار عندنا مشكلة، المنطقة مثلا ممتدة على امتداد مدرج المطار ما يكونش فيها بني آدمين، ما يكونش فيها منشآت، منشان لو طائرة نزلت فيها لا سمح الله مش بس اللي في الطائرة كمان ضروا، ما تضرش كمان البني آدمين اللي موجودين على الأرض، مشان also to protect the people and objects near the runway approaches. سواء الـ FAA أو الـ ICAO التنتين they provide bases for such obstacle clearance requirements. من أهم المكونات لهذا الـ obstacle clearance requirements نتطلع على منطقة نسميها runway protection zone. إيش هي runway protection zone؟ هي المنطقة on the ground beneath the approach surface. إيش يعني beneath the approach surface؟ هذا هو الapproach surface. لو كنا بنحكي على vertical alignment، هذا strip. إيش هاي strip تتوقعوها هاي؟ إيش هاي؟ هذا المدرج، هذا runway، هذا runway. إذا أنا runway لو عندي طائرة بتعمل عملية إقلاع بهذا الاتجاه أو هبوط بهذا الاتجاه،
لنفترض انه في عندنا سلوب معين بتتم عمليه الاقلاع او الهبوط. لما بترتفع الطائره على مسافه مقدارها، او هي نازله بتكون على مسافه ارتفاعها 50 فوت من مستوى سطح المطار، هاي المنطقه اللي تحتها مباشره، تحتها هذا فيرتيكال، تحتها في البلان في الهوريزونتال الاينمنت، هذا ستريب. ايش هاي ستريب مره ثانيه؟ هاي اللي هون، ايش هاي؟ برضه الرنوي، مش هيك؟ على امتداد الرنوي في الهوريزونتال الاينمنت تحت مستوى الابروتش، هاي المنطقه مسقطها على الارض، هاي الاريا شايفين هاي الترابيزويدال، هاي المنطقه شو بنسميها؟ هاي بنسميها رنوي بروتكشن زون. اذا هي الاريا اون ذا جراوند بينيث ذا ابروتش سيرفيس to a runway, the approach surface to a runway, from the end of the primary surface to the point where the approach surface is 50 foot above the primary surface. The primary surface, رايحين كمان لحظة نعرف إيش هو the primary surface. بس باختصار مش غلط نحكيه، هو the surface اللي ممتد حول الرنوي على عرض الرنوي، لكن بيهمني هلا أكثر باتجاه طول الرنوي. من نهاية الرنوي كمان 200 فوت بيبدأ عندنا اللي احنا بنسميه البروتكشن زون، لكن البرايمري سيرفيس بيمتد لغاية 200 فوت بيوند ذا ايدج اوف ذا رنوي. يعني نرجع للصورة اللي شفناها قبل شوي، شايفين بالهوريزونتال الاينمنت هذا الايدج اوف ذا رنوي بيمتد للبرايمري سيرفيس، شايفين البرايمري سيرفيس عرضه W1 للبرايمري سيرفيس، هي الرنوي حول الرنوي بيمتد، لكن بيمتد كمان بامتداد الرنوي كمان 200 فوت من هاي الجهه، كمان 200 فوت من هاي الجهه. اذا هذا اللي هون خلينا نهشره، نقول ما هو اللي احنا بنحكي عنه كبرايمري سيرفيس، من هون لهون لهون بالهوريزونتال الاينمنت. كل هاي شو بنسميها المنطقه اللي مهشره يا جماعه؟ شو بنسميها؟ للبرايمري سيرفيس. من عند نهاية البرايمري سيرفيس أب، هذا في الهوريزونتال بهذا الشكل ترابيزويدال، بيبدأ عرض المنطقة هاي بمقدار W1، بينتهي في W2 اللي هلا بنشوف كم، بامتداد مسافة مقدارها L، بارتفاع مقداره 50 فوت. كل المسقط تبع هاي المنطقة بنسميها البروتكشن زون. خلينا نهشر البروتكشن زون بهذا كمان الشكل، هذه كلياتها بنسميها في كاريا بدي احجزها، هاي ما يكون فيها اي مباني ولا منشات ولا اي شيء ولا بني ادمين ولا بيوت ولا ولا الى اخره، منشان يكون عندنا مسقطها المنطقه هاي، مسقط الاليفيشن هذا في منطقه تكون عندنا سيف اوبريشن للطائرات القادمه او المغادره او اي حدا ممكن يكون موجود هون، مش لازم يكون في المنطقه هاي فيها بني ادمين. واضح؟ اوكي. اذا هذا اللي احنا بنسميه، حط لكم تكست مشان برضه نتذكر مع بعض، هذا التكست بنسميه هذا الحكي Protection Runway، Protection Zone. وهي شو بنسميها اللي هون؟ هاي حطها بالأحمر إذا بدكم، هذيك المفروض نعملها بالأخضر بس مش مشكلة كتير. هاي بنحطها Primary Surface. وضحت الصورة يا جماعة؟ أوكي. نرجع لورا. اوكي. اذا البروتكشن زون حكينا اي اريا هي وكيف احنا بنحددها، الدايمنشنز تبعت ال اللي عم نحكي عليها هو W1 W2 بناخذها من التيبل 6 16، وكذلك مشان الديبارشر مشان التيك اوف برضه باخذ هذا الحكي بالاعتبار اللي العلاقه بالايركرافت سايز اند ذا ابروتش كاتيجوري. اذا هذه الابعاد هلا بنحكي عن اي ابعاد؟ W1 W2 وال، بدنا نطلعهم من الجدول هذا. الجدول هذا بيقولنا استنادا الى الايركرافت سيرف اذا كانت سمول او لارج، وحسب الرنوي ابروتش اند، وحسب الابروتش اوبوزيت اند، الابروتش اند اللي عندي اياه والاوبوزيت اند الطرف المقابل، بده يكون عندنا اما فيجوال او نون بريسيجن او نون بريسيجن بلس او بريسيجن انسترومنت. زي ما حكينا احنا في عندنا مراتب لعمليه الكنترول وعمليه الضبط والاقلاع والهبوط باستخدام الادوات او فيجوال او غيرها او غيراتها.
مين اللي احنا بيكون عندنا الفيجوال والنون بريسيجن للطائرات الصغيره، لكن ممكن يكون بعض الطائرات الصغيره برضه عندنا بريسيجن انسترومنت. نفس الشيء لللارج ايركرافت، مين اللي بيكون عندنا بريسيجن ونون بريسيجن بلس، ولكن ممكن يكون عندنا كمان فيجوال. فمعطينا كل الرينج ده المعلومات. هلا بعطيني لكل كيس، انا لو كان عندي مثلا لارج وكان عندنا بريسيجن انسترومنت على سبيل المثال، ايش بيكون عندنا في الحاله هاي؟ بيكون عندنا الوضع كالتالي: لو كان عندنا لارج وكان عندنا precision instrument وكان عندنا ال end of the other end of the runway كمان عندنا precision instrument، كله precision instrument، معنى ذلك انه احنا شو ممكن نعمل؟ احنا معنى ذلك ممكن نطلع على length of the L، المسافة L هاي اللي شفناها بتكون 2500 فوت اللي هي بالحد الأقصى، فيش أكثر من هيك، لأنه precision instrument مع large. قديش ممكن يكون عرض W1 اللي هو ال primary surface عرضه 1000 فوت، قديش W2 في النهاية 1750 فوت، قديش الاريا اللي أنا بدي أحجزها اللي مهشرة كانت بالأخضر قبل شوي 78.9 إيكر، واضح؟ عارين تفضلي. دكتور بس إيش الـ runway approach end وكمان approach الـ end اللي من عندنا إياه والأوبوزيت اللي من الطرف الآخر، الـ runway من الطرف الآخر. ها؟ أنا عامل دراسة في المنطقة هاي للرنوي اند هذا اللي هون هذا، لكن بحكي على الاند الثاني اللي هون، بحكي على الاند هذا بس بحكي بطلع على الاند الثاني اللي هون كمان. اه تمام، هذا والاوبوزيت الجهه الثانيه. تمام، طيب ايش له علاقه بال كيف؟ لانه بصراحه يعني التيك اوف واللاندنج ممكن يتغير من هون، يعني يفترض انه ناخذها، يفترض الاثنين، انا بحب دائما بالسيف سايد ناخذهم بالحد الاقصى الاثنين، يعني اللي بعطينا أسوأ الظروف الممكن، لأنه ممكن نهبط من هون، نهبط من هون نطلع من هون أو نطلع من هناك. تمام؟ تمام. هذا اللي احنا برضه بنحب نرسمه بشكل مفصل أكثر شوي. هذا اللي احنا الرنوي على بعد 200 فوت من هون بيبدأ هذا اللي حبينا نشوف البرايمري سيرفيس، بيكون هذا الخط مكمل مع هذا مع هذا، هذا البرايمري سيرفيس وهذه من هون وهي من هون، بعطينا الرنوي بروتكشن زون. وهي نفسها مكبرة هون هي الـ FAA Runway Protection Zone، اللي بيكون عندنا W1 W2 مع L، امتدادها بنسميه الـ Approach Surface. رايحين نحكي كمان شوي عن الـ Approach Surface. تفضل أنس. دكتور بس بالنسبة للشكل، ليش يعني شكلها تروبوزويد البيجي؟ ليش مش مستطيل عملوها؟ لأنه الطائرة بالنهاية هون بتكون كتير قريبة من الرنوي، فوكس بتكون، لكن فوق ممكن الطائرة ما تكون بالضبط عند السنتر، ممكن تكون رايحة شوي هيك أو رايحة شوي هيك. كل ما تنزل أكثر الطائرة شو بتعمل؟ تعمل فوكس أكثر مشان تكون نازلة على، أو لما تطلع بيكون بالأول هيك، بعدين ممكن تبدأ بعدين تتحرك على اليمين أو على الشمال مشان تعمل، لأنه أنت لما بتطلع من الرنوي ما بتضلك ماشي أنت بالشكل المستقيم للأبد بعد الرنوي، بعد ما تطلع شو بدك تروح على اليمين، بدك تلف على الشمال، حسب الانروت، حسب المسار الجوي، الخط الملاحي اللي موجود عندك، أنت بدك تاخذ برضه بعين الاعتبار هذا الشيء. تمام؟ هلا بنحكي على الاوبستكل ريكويرمنتس حسب الفيدرال افييشن ريجوليشنز. الفيدرال افييشن اف اي اي يعني ريجوليشنز ار البارت رقم 77 بحدد لنا الريكويرمنتس تبعت الكونستراكشن اللي تبعت فحص اي منشاه او اي ناتشرال فيتشر قد يخترق ارتفاعات معينه، لازم اضمن ارتفاعات مش بس عندي بروتكشن زون ما فيش شيء مبني فيه على الارض، لكن فيرتيكالي ما بصير عندي اي شيء يخترق سطح معين بنسميه ايماجينري سيرفيس. اذا ابروتش تو ذا ايربورت ويل بي ادكويتلي كلير اند بروتكتد اند لاند اند جيسنت تو ذا ايربورت از ريستريكتد تو ذا اكستنت بوسيبل ثرو بروبر زونينج. المنطقه المجاوره للمطار بدي اعملها بروبر زونينج، بدي احط لها ضوابط معينه، ما بصير عندنا ارتفاعات تكون اعلى من حد معين، ما بصير استخدامات تكون اكثر من كذا، ما بصير عندي كذا، ما بصير عندي كذا، سواء هذا الحكي للمان ميد اي ابراج او عمارات، او كمان بتطلع على الترين. الترين يعني ايش؟ التوبوغرافي، بدي افحصها واتاكد انه ارتفاعاتها مناسبه او ملائمه. اذا انا بدي تو استابليش ايماجينري سيرفيسز، هذه السيرفيسز الخياليه الوهمية بدنا نحطها مشان نتأكد إنه الرنوي اللي أنا بدي أصممه أو أحطه بهذا الاتجاه
مش عم بيعمل لي كونفليكت مثلا مع مبنى قائم او مع ناتشر، مع منطقه جبليه على سبيل المثال الان او حتى في المستقبل، الجروث في المستقبل. يعني اذا والله في عندنا تصور انه والله في منطقه هون مبنيه للعمارات العاليه في الزونينج، بده يطلع هون عمارات كل عماره ناطحات سحاب ارتفاعها 50 طابق وكل طابق ارتفاعه 3.5 متر ولا بكذا، بيطلع عندنا كذا كذا 500 متر. لا يا عمي وين رايحين احنا، هذا الحكي بزبطش معنا مثلا، او ما فيش عندنا مشكله. اذا موضوع الكرنت اوبجكتس او الفيوتشر اوبجكتس او الترين، كل هذا الحكي مهم لنا. لما بحكي على الران واي، الران واي عندنا نوعين عاده من الران وايز، نوع لليوتيليتي ايربورت، نوع اليوتيليتي ايربورت للطائرات الصغيره، ونوع للترانسبورت ايركرافت للطائرات الجويه الناقله، بتاخذ على خطوط معينه من مدينه الى مدينه، من منطقه الى منطقه، مطار الى مطار، للمطارات الكبيره. التايب اوف ذا ابروتش مهم كثير كثير، اللي حكينا عنه قبل شوي، فيجوال ولا نون بريسيجن انسترومنت او بريسيجن انسترومنت، كل هذه معلومات مهمه لنا. نيجي بنحكي هلا عن واحد واحد من هذه السطوح. اول واحد حكينا عنه بعتقد انه واضح كان بالنسبه لنا، البرايمري سيرفيس. ما هو البرايمري سيرفيس؟ هو السيرفيس اللي بيمتد على امتداد الرنوي، بياخذ على جنب الرنوي من هون وجنب الرنوي من هون مسافه، وبياخذ بعد الايدج اوف ذا رنوي كمان 200 متر من هاي الجهه وكمان 200 متر من هاي الجهه. الاليفيشن اللي له بيكون هو الاليفيشن تبع اقرب نقطه على الرنوي. اذا رنوي نفترض انه كان كله ليفل على مستوى سطح البحر، بيكون كل برايمري سيرفيس ليفل على مستوى سطح البحر. اذا البرايمري سيرفيس هو الاريا اللي ممتده من هنا او من هنا على جنبي الرنوي، الها عرض مقداره W1. العرض نرجع لهون اللي حكينا عنه هون ورسمناه قبل شوي، هذا هو البرايمري سيرفيس اللي علمناه قبل شوي، بجوز كان عندنا بالاحمر. هذا هو البرايمري سيرفيس، بيمتد على جانبي الرنوي، بامكاني اشوفه من التيبلز او اشوفه من المتغيرات المختلفه. هلا برد نشوف كمان تيبل ثاني بعطينا تفصيلات اكثر، ويمتد كمان 200 فوت بعد نهايه الرنوي. هذا بنسميه الرنوي ثريشولد، هذا اول ايماجينري سيرفيس. طبعا ليش خيالي؟ هذا الجزء فيزيكال، هذا الرنوي موجود، لكن ما حوله هو سطح خيالي، ارتفاعه يساوي نفس ارتفاع الرنوي، على نفس مستوى الرنوي، اذا على مستوى الزيرو، اذا كان زيرو مستوى الارض او وات ايفر كانت عندنا ارتفاعه عن سطح البحر 100 فوت ولا 100 متر ولا 500 متر، بيكون ماشي مع سطح الرنوي. هذا اول واحد منهم اللي احنا بنقول او بنعرفه انه هو البرايمري سيرفيس. الشيء الثاني اللي بنسميه احنا الهوريزونتال سيرفيس. ايش هو الهوريزونتال سيرفيس؟ الهوريزونتال سيرفيس هو هوريزونتال بلان، سطح هوريزونتال يرتفع بمقدار 150 فوت above the established airport elevation. مره ثانيه، لو الايربورت اليفيشن كان على السي ليفل، بدي ارتفع بحدود ال 45 متر اللي هم 150 فوت عن مستوى سطح الرنوي او مستوى الريفرنس اليفيشن تبع الرنوي، ومنه بقول ارتفاع هذا هو الهوريزونتال سيرفيس. الهوريزونتال سيرفيس وين بتشكل؟ بيكون عندنا arcs of specified radii from the center of each end of the primary surfaces of each runway and connecting each arc by lines tangent to those arcs. يعني لو نرجع على هذا الشكل، هذا الشكل، هذا الشكل شو بيعطينا؟ بيعطينا انه هذا هو نهايه، شايفين هون نهايه البرايمري سيرفيس. شو بدنا نعمل الان؟ خلينا نرسم هون. والله حابب اعمل على اعمل ستوب شيرنج، افتح وايت بورد لانه بجوز نحتاجه اكثر من 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 شيء، بدنا نضل يعني فاتحينه مشان نحكي على الاشياء المختلفه اللي عندنا اياها. خلينا نشوف. اذا اول شيء ايش رسمنا؟ اول شيء رسمنا هذا، هو عباره عن ايش هذا يا جماعه؟ مدرج. المدرج. رقم اثنين شو بدنا نعمل الان جنب المدرج او حول المدرج؟ برايمري سيرفيس. بدنا نحط البرايمري سيرفيس. اذا انا في عندي هون هيك وهون هيك وهون هيك، طبعا احنا المسافات كانه مش معتبرينها كثير، هذا بدنا نرسم المسافات اللي موجوده عندنا بعدين بنقول كيف هذا. اوكي هلا احنا بنحكي عن، خلينا نحط لكم اياها هذا بالوسط اكثر شوي هيك،
هيك بالوقت تمام. هذا البرايمري سيرفيس. بعدين شو بدي اعمل؟ From each end, when the end of the primary surface على امتداد المدرج، هذا مدخله من هون. إذا هون شو بدنا نعمل الآن؟ بدنا نعمل من هنا، شايفين من هون؟ من هون بدنا نعمل هلأ هون إيش؟ بدنا ناخذ، بلاش ناخذ هذا الخط الأخضر، وبدنا نعمل ريدو أندو، بدنا نعمل هلأ خط أحمر. خلينا نشوف كالتالي، من هون لهون، هذا من هون، نفس هاي المسافة من هون، نفس هاي المسافة من هون، نفس هاي المسافة من هون. شو بدي أعمل الآن؟ نعمل كيرف، شايفين هذا الكيرف من هون؟ نعمل هذا الكيرف من هون لهون. بدي أمسح لكم إياه، أحط لكم إياه بالقلم، لحظة واحدة إذا نقدر نرسمه بشكل أدق شوي. خليني أحاول أرسم لكم إياه هكذا. واضح؟ هذا من هون لهون، هذا السيرفس كله. شو هذا السيرفس اللي هون؟ شو بنسميه؟ The horizontal surface. تمام؟ هذا مرتفع بالنسبة لهون، مرتفع كم؟ بلس 150 فوت. تمام؟ اوكي. قديش ممكن يكون هذا الراديوس ار اللي حكينا عنه قبل شوي؟ بنطلعه من جداول معينة. هذا الراديوس اللي بينطلق من هون، من الإدج أو من على امتداد السنتر. منين موجود هذا؟ على امتداد السنتر لاين تبع مدرج المطر. تمام. خلينا إذا ننتقل. أنا بتأمل إنه نضل to keep it. أوكي، بدنا نعمل stop sharing مشان نرجع لها كمان شوي، ونرجع للمادة اللي إحنا عم نحكي فيها. اوكي، اذا احنا حبينا نتطلع على الريكويرمنتس اللي احنا بنحكي عليها، الهوريزونتال سيرفيس كم الريدوس اللي له بالتيبل 6 26؟ مين شايف عندكم؟ منيح شايفين؟ منيح شايفين بالتيبل هذا؟ شو بقول لنا؟ شو بقول لنا هون؟ الريدوس اوف ذا هوريزونتال سيرفيس بيعتمد على الرنوي اللي عندي، كان فيجوال ولا نون بريسيجن انسترومنت ولا بريسيجن انسترومنت. كم بيتراوح من كم إلى؟ من 5000 إلى 10000 فوت. واضح؟ حسب Visual, Non-Precision, Precision Instrument. وبعطيني لكل حالة منهم A أو B أو A أو B أو C أو D، وعندنا فوت نوت إيش يعني الـ A والـ B والـ C والـ D اللي حكينا فيه باللقاء بجوز الماضي. الـ Visibility Conditions، قديش عندنا الـ Visibility، قديش عندنا مجال الرؤية. إذا بنحكي على الـ Runway، إذا في حالة الـ Visual والنون بريسيجن انسترومنت، يعني في انسترومنت لكن مش كثير دقيقه، بدخل عندي بالاعتبار موضوع الفيزيبيليتي. اما لما يكون عندنا انسترومنت بالكامل ببطل يصير عندنا مهم موضوع الفيزيبيليتي. ما في ضروره اني اشوف بشكل واضح او يكون عندي مجال رؤيه واضح، لانه كله بالانسترومنتس العمليه بتتم. تمام؟ اوكي، اذا نستطيع انه نقول الريدوس اللي شفناه قبل شويه ار بتساوي اما 5000 لهي الحالات او 10000 للحالات الثانيه. لما حكينا على الويث اوف ذا برايمري سيرفيس، قديش عرض الويث اوف ذا برايمري ات ذا انر اند اللي هو في الداخل اللي حطيناه قبل شويه اللي هو W1، يعني بتراوح من 250 الى 500 الى 1000 فوت. واضح يا جماعه؟ اوكي. هلا اذا كان عندي مور ذان 1 ران واي شو بعمل؟ هي الايدج اوف ذا ران واي الاول، هذا الران واي الثاني. من هذا الايدج من هون بدي اعمل هذا الراديوس، قديش هذا الراديوس كان اللي حكينا عنه قبل شوي؟ ال 5000 او ال 10000، تمام؟ وهذا الراديوس الثاني ال 10000 او ال 5000، بعدين شو بدي اعمل؟ بوصل بتانجنت ما بين هون وما بين هون، ما بين هون وما بين هون، بعمل خط مستقيم على موازاه الرنوي، وبعمل لما بعمل انا الراديوس اللي موجود عندي هون برد بعمل كمان كونكشن بين التانجنت هذا والتانجنت هذا. إذا هذا اللي أنا شايفه هون، شايفين هذه المسافة، المساحة اللي هون، هي كلياتها الهوريزونتال سيرفيس اللي 150 فوت أبوف ذا استابليشد ايربورت إليفيشن، هي اللي هون. هذا اللي هون البرايمري سيرفيس. بعدين في عندنا الترانزيشن هلا بنحكي عنه شوي، بعدين حواليه هذا بيكون عندنا ايش؟ الهوريزونتال سيرفيس اللي بنحكي عنه ال 150 فوت ارتفاعه مقارنة بالايربورت أو استابليشد ايربورت إليفيشن. بعد ما حكينا على البرايمري سيرفيس والهوريزونتال سيرفيس،
نحكي على الكونيكال سيرفس. ايش هو الكونيكال سيرفس؟ كلمة كونيكال شو معناتها؟ كونيكال مخروطي او كمائي. مخروطي طبعا، مخروطي. الكونيكال يعني مخروطي، شيء مخروط الشكل، يعني بده يكون عندنا ميل على كافة الجوانب. اي جوانب؟ اللي هي المحيطة ب extending upward or outward from the periphery of the horizontal surface at a slope of 20 إلى 1 for the distance of 4000 foot. خلينا نشوفه هنا. نحكي عن، شفتوا وين الهوريزونتال سيرفيس؟ شفتوا اللي هون؟ شفتوا اللي هون الهوريزونتال سيرفيس؟ بنهاية الهوريزونتال سيرفيس على بعد 4000 فوت شو بعمل؟ لو أخذت المقطع هذا، شايفين المقطع هذا اللي مكتوب عليه AA المقطع هذا؟ نشوفه هون. إذن شايفين هذه المنطقة الهوريزونتال سيرفيس 150 فوت؟ على دائرها بالكامل في عندي منطقة عم بتميل كونيكال سيرفيس على كل، طبعا هون معطينا ربع الجزء من المطار أو هذا الرنوي الأول وهذا الرنوي الثاني اللي شفناهم قبل شوي هون. شفتوا الرنوي الأول والرنوي الثاني؟ أخذنا مقطع من هون لهون، شفتوا إيه؟ شفتوا المقطع تبع إيه يا جماعة؟ شفتوا بتطلع أنا قاطع بشكل منظور ثلاثي الأبعاد لهذا الجزء، لهذا الجزء. إذن في عنا هنا، في عنا إيش؟ بعد إذنكم، بعد إذنكم في عميد الكلية بتكلم معي. بعد إذنكم شوي صغيرة بس. مش كذا كان عميد الكلية، حكينا في أكثر من شغلة من ضمنها اللقاء، حطينا لكم لينك على زوم. فعنا لقاء اليوم الساعة 6 مساء مشان موضوع المرور حول الجامعة، وممكن كمان أحط لكم بعض المقابلات اللي تمت مؤخرا بهذا الموضوع بس مشان تشوفوها وتحضروا أنفسكم لهذا اللقاء. بهمني كتير إنكم تشاركوا لأنه أنتم في البداية كنتم من السباقين لموضوع المشاركة. الساعة 6 مساء حطينا لكم اللينك، ممكن نحط لكم كمان شوية ماتيريال إضافية من بعض المقابلات ولينكس تانية على نفس الفوردل تبع المشروع. تمام؟ تمام يا شباب وشابات، بدنا مشاركتكم. تمام دكتور. دكتور بس سؤال، اللقاء مين رح يكون؟ اللقاء رح يكون أنتو طلاب الماجستير وطلاب المواصلات من شعب مختلفة،
كل جمعية الأمريكية للهندسة المدنية بفرع الطلابي، وفي مجموعات طلابية في الجامعة مهتمة بالسيفتي راح تكون مشاركة معنا، وممكن كمان حدا من إدارة الجامعة، عميد الكلية ممكن يكون موجود معنا، رئيس القسم، وممكن العلاقات العامة مشان برضه التوعية، مشان شغلات أخرى مختلفة. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم. نكمل. إذا إحنا في عنا الكونيكال، وقفنا عند الكونيكال سيرفيس. شفت الهوريزنتال سيرفيس؟ هاي الهوريزنتال، هذا هوريزنتال، شايفينه هذا؟ هذا اللي هون، شايفينه هذا؟ كم نهشر، ما عندنا مشكلة، نهشر لكم هذا هيك، نقول هذا اللي هون، هذا 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 الهوريزنتال سيرفيس، شايفينه؟ هذا الهوريزنتال سيرفيس اللي بنحكي عنه. بعد الهوريزنتال سيرفيس على امتداد 4000 فوت وبميل 20 الى 1، طبعا 1 فيرتيكال 20 هوريزنتال، يعني ميل 5%، هالمنطقه بتكون محيطه بهذا السيرفيس، بهذا الهوريزنتال سيرفيس، بنسميها الكونيكال سيرفيس. شفتوا وين كونيكال سيرفيس موجوده مكتوبه؟ هذه هي الكونيكال سيرفيس، شفتوها؟ لو هذا الجزء تحبوا برضه نعطيه تلوينه، ما عندنا مشكله من لونه بهذا الشكل، هذا هو الكونيكال سيرفيس، تمام؟ أوكي. دكتور، عن الكونيكال سيرفيس لازم يكون مايل ضروري؟ طبعا. ليش؟ لانه زي ما حكينا قبل شوي، الطياره لما بتطلع او بتنزل بتدور حول المطار، لازم يكون منسجم مع حركه دوران الطائره، هذا الحكي اللي هو الكونيكال سيرفيس. طب ما عمره كله هوريزونتال؟ يبطل يصير في داعي للبلال في، يعني ارد ارفع الهوريزونتال كمان المسافه هاي، لما انا بدي اعمل 4000 فوت احسبها، وبدنا نطلع 1 الى 20، يعني كل فوت يعني 20 نقسمها 400 4000 عفوا، شيك شوف لك قديش في عندنا فوت 4000 على 20، قديش ارتفاعها 200 فوت، يعني بدي اضيف على 150 فوت كمان 200 فوت بصيروا 350 فوت، فيش لهم داعي، فهمت علي كيف؟ ما في داعي كله يكون بنفس الارتفاع الاخير العالي. اوكي، هذا ستاندرد بغض النظر، هذا ستاندرد موجود يا نور. تمام. تمام. اوكي، نرجع لورا. اذا احنا حكينا الان صرنا عن ثلاثه سيرفيس، الكونيكال سيرفيس. عارين تفضلي. الدكتور، الكونيكال سيرفيس والهوريزونتال سيرفيس بيكونوا وهميين صح؟ كل وهمي، كلياتها هاي وهميه، فيش شيء حقيقي هون الا الرنوي نفسه. وكل شيء تاني اسمه imaginary surfaces. هلا بدي اتاكد انا لما بدي ارسمها، وفي برامج انا حكيت لكم عن ايمن بيس كان طالب عندنا، هو تخطيط بس دخل برنامج الماجستير تبع مواصلات، جاب برنامج، وحدا منكم بتصور حكينا فيها سابقا انه ممكن تتواصل معه وتاخذ البرنامج وساعدتكم برسم الكونيكال سيرفيس او كل السيرفيسز imaginary surfaces حول المطار، او بامكانكم ترسموها انتم، يعني ما في مشكله انكم بامكانكم انتم بالاوتوكاد وبال 3 دي وسبل 3 دي انكم ترسموا هذه السيرفيسز بغض النظر. اوكي، الكونيكال سيرفيس اذا حكينا عنه، اللي بعده اللي بنسميه احنا الابروتش سيرفيس. معنى كلمه ابروتش؟ ابروتش لامتداد الرنوي. اذا هو longitudinally centered on the extended runway center line outward and upward from each end of the runway at a slope based upon the type of the approach of the runway. نطلع هون، مش نطلع هون، أوضح هون. هذا هو، هاي عنا انتهى هون، هون انتهى الـ primary surface، وبعديها بشو بصير فينا بعد الـ primary surface؟ جزء منه اللي تحت بنسميه الـ airport، الـ runway protection zone اللي تحتيها، مسقطها على الأرض. لكن أنا ما بحكي بس عن مسقط لغاية ارتفاع 50 فوت، بحكي أنا عن مسافة بتستمر قد تصل إلى 50,000 فوت. قديش يعني 50,000 فوت؟ نضربها في 0.3، يعني قديش بيطلع لنا؟ 15 كيلومتر. 15 كيلومتر بدي أأمن سلوب معين، ما فيش أي أوبستكل على مسافة 15 كيلومتر في حالة أقصى الظروف اللي هي في الطائرات الضخمة الكبيرة كذا، بحاجة إلى ميل أأمنه بنسبة 50 إلى 1، يعني 2% بأولها، بعدين 40 إلى 1، يعني 2.5% في المرحلة التالية منها. وين هذا الحكي موجود؟ بهذا التابل. هذا هو approach slope. الapproach slope بيكون عندنا 20 إلى 1، 20 إلى 1، 20 إلى 1، 34 إلى 1، أو في حالات معينة ممكن يكون اللي حكينا قبل شوي 50 إلى 1 لأول مرحلة، لأول 10,000 فوت، وبعدين 40 إلى 1 في الاديشنال 40,000 فوت، لأنه هون شو بقولنا؟
بقولنا هون قديش مقدار المسافة اللي احنا بنحكي فيها، قديش الابروتش سيرفيس لينث ممكن يكون as small as 5000 فوت للطائرات الصغيرة الفيجوال رانوي او 10000 فوت، او في بعض الحالات للانسترومنت بريسيجن انسترومنت للطائرات الضخمة بيمتد 50000 فوت. اول 10000 في لهم سلوب معين، ثاني 40000 لهم سلوب اخر. تفضلوا اللي بده يسأل. دكتور بس بدي اسالك بالجدول ال A وال B وال C وال D، هاي الاشياء اخذناها قبل ولا كيف يعني؟ اخذناها بمفهومها العام، قلنا انه في عندنا شيء له علاقه بالفيزيبيليتي. اول شيء A utility runways، حكينا اليوتيليتي للطائرات الصغيره اللي كذا وكذا، بعدين حكينا على الرانويز لارجر دان يوتيليتي، يعني في الفئه الصغيره لكن اكبر شوي صغير من اليوتيليتي رانوي للطائرات الصغيره بس اكثر شوي. بعدين قلنا في عندنا الكيسز السي والدي لها علاقه بالفيزيبيليتي، حكينا سابقا مفهوم الفيزيبيليتي اللي له علاقه بالكيسز اللي هي لها علاقه بالنون بريسيجن انسترومنت، يعني الفيزيبيليتي اقل من 3 ارباع مايل او اكثر من 3 ارباع المايل. تمام، هذه الكيسز الاي والبي والسي والدي. اذا انا بدي اكون عارف ابتداء هل هو فيجوال رانوي ولا نون بريسيجن ولا هو بريسيجن انسترومنت، واثنين موضوع الفيزيبيليتي في الحالتين هذول سي ودي تحت بي، في عندنا حالتين سي ودي، بدي اكون عارف الفيزيبيليتي تحت الحاله اللي هي مور ذان ذا يوتيليتي في حاله النون بريسيجن انسترومنت. وضحت؟ وضحت دكتور، يسلم. اذا الان بنحكي على هذا الابروتش سيرفيس. طبعا هيش ما قاطع لي اياه هون، لا مش ممكن يرسم لي هلا بالسكيل تبعنا 50000 ولا بده يكون بعيد كثير 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 بطل السكيل يكون مناسب. اذا بنحكي عن اول 10000 فوت بهذا السلوب، ثاني 40000 فوت بهذا السلوب، بس هذه الرسمه لاي نوع من انواع الطائرات؟ للبريسيجن انسترومنت، للطائرات اللي بتمشي الضخمه الكبيره اللي بتشتغل على البريسيجن انسترومنت حسب الجدول اللي عندنا في الكولوم الاخير، هذا ستار اللي احنا بنحكي عنه. آخر واحدة من السيرفيسز احنا نسميها الترانزيشنال سيرفيس، extends outward and upward at a right angle to the runway center line plus the runway center line extended at a slope 7:1 from the sides of the primary surface up to the horizontal surface and from the sides of the approach surface. The width of the transitional surface بيمتد لغاية 5000. خلينا نطلع على هذا الحكي اللي هون. شايفين هون على امتداد هذا اللي احنا بنسميه وين منطقة الهوريزنتال، شايفوا الهوريزنتال سيرفيس، على امتداد الهوريزنتال سيرفيس ولكن على جنب الابروتش من هاي الجهة ومن هاي الجهة بيكون عندنا ميل 7:1، وكذلك على جنب الابروتش حتى بعد الكونيكال سيرفيس، بعد الكونيكال سيرفيس على جنب الابروتش من هاي الجهه ومن هاي الجهه برضه بيكون عندي ميل 7:1 زي الشكل هذا. شفتوا هذا الشكل؟ هذا بنسميه احنا الترانزيشن سيرفيس، هذا هو الترانزيشن سيرفيس، بيكون على امتداد وين هوريزونتال سيرفيس بين هوريزونتال سيرفيس والابروتش، وكذلك ما بعد الهوريزونتال سيرفيس بيستمر هذا الترانزيشن سيرفيس بميل 7:1، يعني مرة ثانية 1 هوريزونتال، أو عفوا 7 هوريزونتال و1 فيرتيكال، 7 هوريزونتال و1 فيرتيكال، هذا اللي احنا بنسميه الكونيكال سيرفيس، عفوا الترانزيشن سيرفيس. تمام؟ هذا هو الترانزيشن سيرفيس، هذا 7:1 7:1 7:1. إذا هيك حقيقة احنا الخمس سطوح المختلفة استطعنا نفهمها وننشئها بحيث نتأكد ما في عندي أي أوبستكل، لا هو الآن مان ميد ولا متوقع يكون في المستقبل مان ميد لو عندي عمارات بدها تنشأ في المستقبل في زونينج بده يمنع هذا الحكي، وكذلك ليس هناك أي جبل أو أي حتى برج اتصالات أي شيء ممكن برج عسكري إلى آخره يعمل لي انترفيرنس مع السطح هذا. كل الاوبجكتس هاي بيكون ارتفاعها ادنى من هاي السطوح. منين ناخذ هاي الابعاد؟ ناخذ هاي الابعاد من خلال التيبل هذا. التيبل هذا هو مرجعيتنا في تحديد انصاف الاقطار، تحديد الميول، وتحديد المسافات اللي احنا
بنحكي عليها. تفضلوا يا جماعه. دكتور، طب عادي لو السطوح للرن ويز اتدخلت مع بعض اذا كانت متوازيه؟ لا، ما بتتدخل مع بعض. ممنوع تتداخل. لا، ما بتتدخل مع بعض. هذا بكون سطح بكمل هذا السطح، بينتهي بهذا بيبدا بهذا، عرفت اكيد؟ ممنوع يتداخل. نعم. انس دكتور، لو كان مثلا عندي في عائق وجاي في هاي السيرفس في السطوح مثل قمه جبل مثلا، واذا بدي اميل انا الرن واي راح ابعد عن اتجاه الرياح، يعني راح اخسر اتجاه الرياح، فهي الحاله شو اعمل؟ اقص الجبل مثلا ولا كيف؟ احنا بدنا نقص الجبل ممكن، بس هذا بكلف كثير. نقص الجبل بدنا نعيد يعني اختيار المكان، او بدنا نوجه الرن واي بحيث يكون يعني بقدر الامكان بلبي المتطلبات، او اعمل رن واي اضافي اذا انا والله عندي جبل وبقدرش اتصرف في الجبل، بدي اعمل رن واي اضافي مشان الكروس ويند. اذا كان نسبه الرياح اللي بتهب في اتجاه معين اقل من 95% زي ما شفنا، بدنا نضطر نعمل رن واي اخر، تمام، مشان الكروس ويند. بس ما نقص جبل. نعم يعني هضطر مثلا اغير الموقع مثلا؟ لا، من زي ما حكينا ممكن يكون عندي رن واي اضافي، اذا اضطريت اغير، اذا الموقع في البدايه ما كانش مناسب بدنا نختار موقع انسب. ما بقدر اعرف مثلا قبل ما اجي اختار الموقع انه والله العظيم هسه عندي هاي المشكله، او اتنبأ فيها قبل ما اعمل هاي الدراسه؟ قبل طبعا، لا قبل. كل هذه الاشياء تنشا اثناء مرحله التخطيط. يعني هلا انتم بالضبط هلا المفروض الان كلكم احنا بنقول والله احنا حللنا اتجاه الرياح، الرنوي بده يكون شمال جنوب، او بده يكون بهي الزاويه، هاي الزاويه بدنا نحط الرنوي، وبدنا نرسم حول الرنوي، نرسم ايماجينري سيرفيسز كلياتها. هذا مطلوب منكم الان مشروع تخرج خلال المرحله القريبه القادمه. ده اللي عنده مشروع تخرج، اللي ما عندوش نعطيه هوم ورك، يشتغل عليها الهوم ورك، اضبطكم اياها ان شاء الله تعالى، مشان برضه تعملوها ولو مثال واحد في الهوم ورك، مشان احنا نحكي عن اشياء قادرين نحسها ونلمسها ونشوفها. تمام؟ ننتقل الى اخر 2-3 سلايدز. يعني احنا هذا الاهم اللي احنا بنحكي فيه، لكن في اشياء اخرى، يعني اوبستكل كليرنس ريكويرمنتس اضافيه يعني مهمه. يعني ان اديشن للايماجينري سيرفيسز، اوبجكتس ار كونسيدرد از اوبستراكشنز تو اير نافيجيشن اف ذي هاف جريتر هايت ذان اني اوف. يعني بدنا نطلع على الاشياء هاي، مثلا الهايت 500 فوت ابوف ذا جراوند ليفل ات ذا سايت اوف ذا اوبجكت. يعني إذا في عنا إشي بيمتد ارتفاعه في منطقة المطار ل 500 فوت أعلى من، يعني 500 فوت كم إحنا حكينا قبل شوي، نضرب بكل فوت 0.3 يعني حوالي 150 متر على سبيل المثال. A height of 200 foot above the ground level within 3 nautical miles ميل جوي of the established reference point with its longest runway more than 3200 foot in actual length. يعني على امتداد الرنوي ما بصيرش شيء يكون عندنا هايت اكثر من 200 فوت على مسافه مقدارها 3 نوتيكال مايل ميل جوي. انا بامكاني نغير او نقيس الميل جوي، نحوله لميل عادي او كيلومتر، بنشوف الوحدات اللي ممكن حكينا فيها سابقا او طولها. A height within a terminal obstacle، منطقة التيرمينال محيطة بالمطار، clearance area including the initial approach segment, a departure area and the circling approach area. يعني هذا حكي عام، يعني بصراحة اللي احنا حكينا سابقا بكفي، وأول قضيتين أو ثلاثة اللي لهم علاقة بارتفاعات تكفي للي احنا بنحكيه. The surface of a take-off and landing area of an airport or any imaginary surface، هذه كتير مهمة اللي احنا بنحاول نشتغل عليها ونركز عليها. وكمان بحكي لنا عن slopes اللي هي المحيطة بالمطار، تنسجم هاي بشكل أو بآخر مع الإيماجينري surfaces، لكن بقولنا كمان also considers in addition to the imaginary surfaces أي height greater than the imaginary surface extending outward to upward at one of the following slopes could be as follows. هذا كلهم كمان شوي بنحكي معهم جماعة اللي تصلوا فينا من وزارة الحكم المحلي. ننتقل للموضوع إذن التالي اللي هو الإكاوا. إيش الإكاوا بتعطينا standards؟ الإكاوا بتعطينا ستاندرز شبيهة بالفيدرال افييشن ريجوليشن البارت 77 بالنسبة للإيماجينري سيرفيسز. الحكي اللي حكيناه سابقا في له علاقة وثيقة، أيضا الإكاوا بتعتمده مع بعض الإكسبشنز، مع بعض الاستثناءات أو مع بعض القيود أو مع بعض الأشياء التالية. الإكاوا separates arrivals and departures، يعني ما بتعتبر إنه
هذا الران واي للتيك اوف واللاندنج، لا بتقول انت اذا عندك ران واي محدد للتيك اوف من هاي الجهه او اللاندنج بنطلع على كل حاله لحال، سبيسيفايك الدايمنشنز للابروتش واللي هو اللاندنج والدايمنشن لحاله التيك اوف لحال. طبعا لو كان الران واي في تيك اوف ولاندنج بحسب هاي وبحسب هاي بشوف مين عندنا الكريتيكال سيتويشن. في الهوريزونتال سيرفيس سبيسيفايد باي دي اكوا، حكينا عن الهوريزونتال سيرفيس الان مفهوم لكم، ا سيركل whose center is at the airport reference point. The airport reference point مش ال end of the runway. احنا لما رسمنا لما رحنا على وين نرجع فرجيكم وقف هيك سكرين شير ونشوف عندنا الوايت بورد اللي شفناه قبل شوي صغيره، نتذكر هاي الرسمه. هلا الايكاوا ما بياخذ من هون هذا السيركل وبيحدد هذا الحكي، بياخذ نقطه بنسميها عاده ممكن تكون هاي النقطة، هاي بنسميها الايربورت ريفرنس بوينت. هون شايفين هاي النقطة، هاي الايربورت ريفرنس بوينت. من هاي النقطة بنرسم ايش؟ من هون بنرسم، من هون بنرسم، من هاي النقطة بنرسم ايش؟ بنرسم هذا الريدس، شفتوا هذا الريدس؟ بنرسمه من هون لهون لهون. شايفين الريدس هذا؟ بدي احول، بدي امسكه هيك، كل بدي الفه من هون، احنا لفيناه من هون هيك، تمام؟ هذا الريدس اللي احنا بنحكي عنه من الريفرنس بوينت اللي هو تبع ايش؟ تبع الايربورت، وليس من الايدج اوف ذا اوف ذا ايش؟ اوف ذا برايمري سيرفيس، مش من هون، باخذ من هون، واضح؟ اوكي. ايش كمان بيختلف عندنا هذا الموضوع؟ بيختلف عنا كمان هاي الإكاوا، بقولنا كمان الإكاوا إنه إحنا في عنا the airport reference point is the geometric centroid of the runway system. زي ما عملنا بالضبط، لو كان عنا runway system واحد وين بيكون geometric centroid؟ في منتصف الرنوي. لو كان عندي اثنين runways بده يكون مش في هذا ولا في هذا، وانما في نقطه بتشكل السنترويد، مش هيك؟ تقريبا بالوسط، فيما لو يعني بنشوف منطقه اللي بتشكل السنترويد، من هاي النقطه برسم ايش؟ برسم السيركل تبعت الهوريزونتال سيركل، تمام؟ اللي بعدها بقولنا هون انه ذا ايكاوا، ان ايكاوا ذا ترانزيشنال سيرفيس سلوب. وين موجود ترانزيشنال سيرفيس؟ مش الكونيكال، الترانزيشن اللي وين موجود؟ على امتداد الابروتش، مش هيك؟ على امتداد الابروتش بيكون بيخضع سبيسيفايد فور ران واي ريفرنس كودز 3 و4. اذا في عندنا كودز محدده بناخذها في الاعتبار منشان يعطيني قديش مقدار السلوب، مش 7 الى 1 بيكون، وانما اشياء ثانيه بتعتمد على الريفرنس كود تبع الران واي. هيك بكون خلصنا عرضنا للي كنا بدنا نحكيه اليوم. تفضل يا محمد، بتأمل الصورة وضحت في الأول؟ تمام دكتور، بس عندي سؤال. تفضل. حكيت إنه إذا بك عندي إقلاع أو هبوط بياخذ القيمة الأعلى، بس الجداول اللي كانت موجودة يعني أكثر، نعم. ما بتفصل بينهم، يعني ما كان موجود ظهور. زي ما حكينا، إمتى بناخذ القيمة الأعلى؟ لما بتطلع على الإيكاوا، الإيكاوا بتفصل بين التيك أوف واللاندنج، الجدول اللي شفناه قبل شوية هذا بس للإف إي إي، يعني إحنا ما بنقدرش ناخذ في كل شيء الإف إي إي إيش والهذيك قديش، عرفت علي كيف؟ بدنا نضطر نعمل هيك ونضطر نعمل هيك. خليكم لحظة شوي صغيرة معي. يا رين دكتور، بس عن الترانزيشنال سيرفيس ممكن ترجع تحدد وين بيكون الترانزيشنال؟ اه هاي الترانزيشنال هذا هو.
هنحط لكم عليه بالانوتيشن هاي بالاحمر هذا هون. كذلك هذا السيرفس اللي هون وكذلك هذا السيرفس اللي هون. اذا بيكون وين موجود؟ وش هذا ايش سمينا هذا اللي هون اللي بدنا نعمله هلا باللون الاخضر هذا اللي هون هذا ايش هذا اللي هون؟ ابروتش. هذا الابروتش بالضبط هذا الابروتش موجود عندنا هون وهذا نفسه ايش كمان؟ ابروتش وهذا كمان الابروتش كل هذا الابروتش على جانبي الابروتش من هاي الجهه وهاي الجهه احنا ماخذين بس نتذكر ماخذين ربع احنا الجهه على جانبي الابروتش من هون ومن هون بنعمل اللي احنا بنسميه ترانزيشنال سيرفيس. وضحت يا عرين؟ وضحت اسلام. اهلا انس دكتور السندر تبع الكيرف اللي بعمله في الاي سي او كم بكون بعيد عن الطرف الرنوي؟ بصراحه الاي سي او ما درسته انا درست في امريكا وكنت تركيزنا كان في امريكا والكتب مراجع امريكيه بدي استزيد بالاي سي او يعني بكفي نحكي بهذا الموضوع بامكانه يرجع على المراجع تبعت الاي سي او انا ما بعرفه بصراحه مشان اقول لك يا. انا مش حافظ كل الكودات ولا طلعت على كل الكودات انا معظم تركيزنا في الكتب للاسف الموجوده عندنا كتب امريكيه والمرجع الامريكيه يعني بستخدمها دائما فالاف اي اي بتطلع عليها ولكن بنحب حيث ما يمكن نحكي شويه نعطيكم طرف الخيط للايكاوا والايكاوا بامكانكم زي ما حكينا يعني اللي بحب يستزيد ويتطلع ما في عندنا مشكله يتطلع ويستزيد. طب دكتور حسن تفضل ممكن انت تبحثنا عنه المره الجايه وانت تقول لنا اياه شو رايك؟ ان شاء الله دكتور ان شاء الله ماشي دكتور هسه بس هو الفرق بين الاي سي او والاف اي انه السنتر بيكون في الاي سي او في المنتصف اما في الاف اي بيكون على طرف الرنوي مش هيك؟ نعم منتصف اذا كان رنوي واحد إذا مش رنوي واحد باخذ السنترويد للسيستم تبع الرنويز الاثنين الثلاثة الخمسة العشرة الموجودة تمام؟ إن شاء الله إن شاء الله. أي سؤال ثاني يا جماعة؟ إيه دكتور هسا إذا إحنا بدنا نبني مطار بيكون يعني نتبع الكود حسب الدولة اللي بتمولنا صح؟ يعني إنه يعني عادة إما باخذ الـ FAA أو الـ ICAO يعني مش كل دولة لها كود عرفت عليكي؟ آه يا يعني بتبع الاف اي اي يا بتبع الايكاوا اشياء كثير زي ما حكينا هلا بهاي متناسق مع بعض ولكن في بعض الاختلافات مرات يعني ما عندنا مشكله تقولوا بدنا ناخذ الايكاوا ما عندنا مشكله نقول بدنا ناخذ الاف اي اي يعني من البدايه ممكن تقولوا بدنا هيك نعمل هيك تفضل. اي سؤال ثاني دكتور عندنا سؤال لمشروع التخرج. طب اول شيء غير مشروع التخرج خلصنا كل الاشياء اللي لازم نحكي فيها يا جماعه في حدا بيحب بيسأل أو يحكي بأي شيء من الأشياء الأخرى اللي إحنا عم نحكي فيها اليوم؟ إحنا طبعاً مبدئياً بدنا نعمل امتحان بعد شيء أسبوعين من اليوم تقريباً يعني بدنا نمشي شوي بجوز في الـ يعني إذا بنقدر نقول الموضوع اللي بعده الشابتر اللي بعده بعدين نعمل امتحان مبدئياً نحكي عن أسبوعين من اليوم في نهاية الأسبوع مش الجاي اللي بعده تمام؟ تمام يلا ممتاز. أي شيء تاني يا شباب هيك خلصنا اليوم يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله في اللقاء القادم. عفوا مين بدي يحكينا كان على هذا تفضلوا. ايوه بدنا نسأل عشان هلا اللي بحب طبعا الطلاب اللي مش مسجلين في المساق مرحبا بهم يضلوا مستمعين أو براحتكم تفضلي. تفضلي. هلا الشارع احنا بدنا نلاقي اسم الشارع يعني اللي رح نربطه مع المطار. نعم. اسم الشارع مش عارفينه. يعني كيف الشارع رقم 90 اللي بروح اللي بيحكي عن مطار مثلا العوجة. الشارع رقم 90. الشارع الثاني هو شارع رقم 1 اللي بيمشي من القدس إلى أريحة. شارع رقم 90 اللي بيمتد من أريحة على طول الأغوار للشمال. يعني دكتور لما نحط على الخريطة مثلا نكتب إنه مثلا شارع 90 وخلاص ما نكتبش مثلا إنه أريحة العوجة اسمه هيك. لا ما في شارع اسمه أريحة العوجة، في شارع رقم 90، الشارع الرئيسي اللي بيربط الأغوار كلها من أولها لآخرها مع بعضها البعض. طبعاً أساس التسميات هاي مش تسميات إحنا بس إحنا بنستخدمها رقم 90. هو الشارع الرئيسي اللي بيخترق الأغوار من الشمال للجنوب. خمس محافظات شفت يعني. نعم. دكتور كمان سؤال. تفضل. بالنسبة للإيميل اللي طلبته مني إيش أرفق لك فيه؟ يعني بس نطلب مسح مروري. لا ما ترفق لي شيء فيه بس أنت اللي أنت بعته للرجال بتوضح له الظروف هاي. ابعت. له مره ثانيه النموذج هذا مع التوضيح اللي انت وضحته ابعته للكل مشان الكل مشترك المعلومه. انا بعثته للكل ماني لا شفته بس في سي سي الي لحالي
عملت له فورورد من عملت له فورورد إلي لحالي، عملت فورورد للكل برضه. خلاص ما فيش مشكلة، جاهز. ما في مشكلة. تمام. مع النموذج الجديد المعبى بعد كل النموذج الجديد معبى. نفس اللي بعثت لك إياه، بعثت للدكتور سمير ولا عصام عيسى، ولا كمان فيه هو كان عامل سي سي لكمان أخرى واحد، سواء توضيحك أو النموذج، مش هيك؟ نفس. ماشي، يعطيك العافية، شكرا لك. يعني دائما لما احنا بنعمل إشي عفوا بنركن عليكم تكملوا المعلومة، يعني بتعرف انا حصل لبس معين، لكن الفكرة قلت لك عشان انت تعبي المعلومة كاملة، ما بصير مش تزعل، لكن الرجال خلص بدناش نحكي إشي ثاني. يلا ماشي، مش فاهم مش دكتور. ماشي، ماشي. الله، يعطيك العافية، يعطيكم العافية جميعا. السلام عليكم.